السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الكرام، يا رب تكونوا دايما بألف خير. وقدم لكم أنا قناتي أنا وحياتي تحديث لحظي الأسعار صرف الدولار والعملات اليوم الخميس 5/9/2024 من قناتي أنا وحياتي، فضلا وتكرما منكم أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء: سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء سجل اليوم 129 جنيه 36 قرش، سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء 69 جنيه 4 قروش، سعر الريال القطري 13 جنيه 40 قرش، سعر الريال العماني 126 جنيه 66 قرش، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء 64 جنيه 7 قروش، سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 159 جنيه 60 قرش، سعر الدرهم الاماراتي 13 جنيه 28 قرش، سعر اليورو 53 جنيه 70 قرش، سعر الريال السعودي 12 جنيه 99 قرش، سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء الشراء سجل 49 جنيه 80 قرش والبيع سجل 50 جنيه 30 قرش. بشكر حضراتكم جدا، بتمنى لكم كل الخير في الختام دايما، اللهم امين على كل دعوة في قلوب حضراتكم يا رب العالمين.